الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أقصرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبات في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نزور بآياتنا فهم يوجعون أنت إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما جاء كنتم تأمنون بسم الله الرحمن الرحيم ووعد القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففجع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل عدوه داخرون وترى الجبال تنسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سن الله الذي أتكن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها فهم من فزع يومئذ آمنون فمن جاء بالسيئة فكفت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة بل هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن جلى فقل إنما أنا من المنذرين